استاذ نبيل يتفضل. السلام عليكم، كل سنه وانت طيب يا دكتور. وانت حضرتك بصحه وبسلام يا فندم. انا راجل عايز اسالك سؤال دلوقتي. انا راجل شغال في مخبز خراط بلدي. طيب. فدلوقتي انا راجل صايم واحد بالله، فانا جي صاحب الفرن، جميع اصحاب الفرن بترمي عيش صغير. هل ينفع الصيام ولا ينظم مع اصحاب الفرن؟ انا قعدت سنه كل ما عليه من العيش الرفيق يا دكتور. يعني حضرتك بتقول ان هم العيش ده بيغشوا فيه، ولا بقى مش فاهم انا؟ دلوقتي انا راجل خراط في مخبز بلدي. طيب. ودلوقتي انا راجل صايم. طيب. صاحب المخبز غصب عليا ان ارمي له عيش صغير. فايه رايك في الصيام ده؟ ينفع الصيام ولا ينظم؟ العيش الصغير ده انت بتعمل العيش الصغير ده وانت مش عارف هو هيعمل بيه ايه، صح كده؟ بيحطه في جيبه هو، مش بحطه في جيبه يعني. طيب واحده واحده بس، هو الشخص ده اللي بيعمل الكلام ده الحرام عليه هو. انت مش انت اللي احنا عندنا اللي بيبقى حرام عليه هو من يعين على الاثم والعدوان. هو غشه في الوزن بتاع الارغفه ده حرام، وده اكل الناس اموال الناس بالباطل، وده سحت. هو ده عليه هو. الامر الثاني، تعال بقى نشوف حضرتك، هل حضرتك بقى بتعينه على الاثم والعدوان؟ متى يكون انت بتعينه على الاثم والعدوان؟ اذا كنت انت لو شنك كده هو مش هيقدر يعمل الاثم ده. لا، انت لو شنك كده هيجيب حد تاني مكانك، ولو اصلا ما فيش حد خراطه هو ممكن يعمل الكلام ده بنفسه. اذا لا، هو الذي يتحمل هذا الاثم وانت مش عارف. انت لو ربما هو بيعمله طلبيه مش بيبيعه للناس الكلام ده، فانت ما تمحطش عملك في ده على انك انت تعمل الحرام. فاذا انت ما عليكش حاجه وانت صيامك صحيح، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب، وهو اللي يتحمل كل الاثم، اثم الغش التجاري اللي هو بيعمله دوت. وانا بوجه له كلمه، اتق الله سبحانه وتعالى. احنا مش حمل كده، ولا المجتمع حمل كده، واتق الله في نفسك واللي انت بتعمله دوت، والعياذ بالله لن يربحك. انت تتعامل في قوت الغلابه، في قوت الناس. ما ينفعش ان الدوله تقعد تدعم وانت تيجي تغش وتاذي الناس وتعمل فساد في المجتمع وتعمل احتقان في المجتمع بدون داعي. التلاعب في الخبز بالذات نوع من انواع الكبائر، لانه بيؤدي الى اهلاك الناس وايجاع الناس. فعشان كده لازم يتقي الله سبحانه وتعالى في ده، ويبتعد عن هذا النوع الخسيس من الفساد.